فما شكون كان ياخذ اوامر في المدربين السابقين؟ اه معناها صحيح الكلام اللي خلينا نجيك ديريكت، سليم شيبوب كان يحكم في المنتخب قبل يفرض من لاعبين لاسبيرونس مثلا؟ بيان سور، اما حاجه لازمك تعرفها، الكاليتي نتاع لاعبين لاسبيرونس ما يستناوش سليم شيبوب. ممكن سليم شيبوب في الوقت هذاك تحب ولا تكره معناتها الى البوفوار وعنده رؤيه فنيه، راه باش ما نكونوش واضحين يعني ماهوش نكره ويحكي على الامور الفنيه، يعني ينجم ينفعك ونجم يعطي اضافه، لكن مشي بالعطف اكثر مع لاعبين التراجي. عشت حالي حاجات كما هكا انت اللي كنت موجود في المنتخب؟ لا با دي تو، هو كان موجود هو في الوقت هذاك زاد. انا خلطت على اونري ميشيل وقت في ستاج الاولاني وتنحى فيه وقت اول كونفوكاسيون وقت موجود زاد 2002 اونري ميشيل هكاك وقت كان موجود الرئيس السابق للترجي التونسي سي سيم شيبوب وكان موجود يعمل ديرينيو رئيس الترجي وقتها فهمت يعني عنده تاشو في الفيدراسيون كان ديما موجود في ليزونترمون تحسه مسؤول. بي انت وقتها كنت ماشي للترجي غالي فما جات فتره شو حبيت تقول؟ حبيت نقول لك راه وجوده معناتها فيه سلبيات لكن كان ايجابي برشا. كيفاه؟ ايجابي على برشا حاجات صارت الكره التونسيه. مثلا؟ في المنتخب، في جمعيات، في برشا حاجات. اي مثلا شنو؟ اللي مستحقينهم اليوم. احنا مستحقين الناس هذوما اليوم. قول لي اعطيني دي زيكزومبل الناس. ما نجمش احسن لك لي زيكزومبل خاطر كره القدم ولات تلعب في الكواليس ماش نحكيو على الميدان. انت تعرف شيبوب كان قوي في الكواليس؟ كان قوي واحنا محوجنا اليوم سيرتو الناس دماد مش تضرب على مثلا اش كان يعمل تعرف البوفوار كان ينجم يكون في الفيفا ينجم يكون في الكاف تعد عليك حد يحسبوا لك يقراوا لك برشا حسابات كسوا مع المنتخب ولا مع جمعياتنا حاجه مهمه بيتاكد الكلام انت من دو حكيت على الحكايه هذه 2004 يقولوا مش كرويا كهو فزنا بكوب دافريك فما حاجه تخلي حياتنا فوز لا سلام تنحيناش الميريت نتاعنا اكيد لا مانيش نحيس اكيد سمعتوا الكلام هذا سمعت ما كنا الافضل كنا الافضل وحتى حد ما مل علينا مزيان الملاعبين اللي كانوا موجودين حقهم وبرافو لجمهور تونس خاطر احنا خدمنا خدمه وعملنا بريباراسيون وقت في بورغيزيانا في ايطاليا وحضرنا كوب دافريك هذيك اشغال شاقه وقت اللي موجودين في كوب دافريك هذيك ما كناش نحكيو على كوب دافريك مشينا ماتش بار ماتش وكنا الافضل على الميدان ولي زادفيرسير نتاعنا على الورق كانوا خير منا لكن نوفي والقليب والجرينتا وستين ألف اللي كانوا خطر نحكي على ستين ألف ما عندكش فكرة الحلة اللي كان فيها راتس خاصة ماتش السنغال بالحق كيف ناسيونال المنطقة كان بجمهورة ماتش الذباب ماتش الذباب وتشوف الجمهور وتشوف الفرحة وتشوف الدعم مسرح الكورة ما تنجمش تعيشها من غير جمهور يستحيل هذيك علاش اليوم احنا مراجعة في البطولة على الجمهور الشيء اللي ما يخليش الملاعبيه موتيفي انا على سألتك يعني خاطرك انت لمحت لي قلت لي محوج الناس كما هكا وقويين في الكواليس ربطت بالكلام اللي يتقال في 2004 تيلي ما قلت لك شوف اسلي انت واش صار هو في الشامبيونز ليغ الاخرانيين تاع ليسبيرونس اي برشا حاجات صاروا واش صارت في الكواليس وكنا محوجنا الاكس ولا ايكغريك وكنا نطمعوا انه يكون عندنا فلان وفلتين هذيك كرة قدم تشوف المغرب اليوم مسيطرة ولا صحيح شوف انت المغاربه اش قاعدين يعملوا في الكاف قاعدين يحكموا